إذن من الأصوات التونسية الجميلة اللي غابت علينا وتعود للساحة من الأصوات الطربية المتميزة نجاة عطية باش تكون اليوم في مسرح حاضرة في مسرح مهرجان قرطاج واللي إن شاء الله باش يكون ساعتنا الثانية والثالثة ربط مباشر مع هذه الحفلة. أكيد كواليس الحفلة تلقاوها إن شاء الله على موقعنا على صفحة الفيسبوك وأيضا الحوارات فيما بعد في برامجنا الثقافية. نحكيه على عيد المرأة، نحكيه على العودة، عودة نجاة عطية. ايضا ما نجم نحكي على زوز مواضيع هذوما كان مع ضيفتي ساميه الزواغي الصحفيه اللي نورتني اليوم كاختيارنا نسائي بامتياز احتفاء بالمراه. ساميه مرحبا بك. يعيشك مليك وبيك اكثر. كل عام والمراه التونسيه بالف خير. كل عام والمراه التونسيه رمز الشموخ والعزه والكرامه، رمز المراه الكادحه، المراه في جميع المجالات. نهنيها بعيدها ونهنيك انت بهالمناسبه. شكرا لك ساميه. اكيد اليوم المراه تحتفي بعيدها، ومن الاحتفالات اليوم انه برمجت بعض المهرجانات تختار بعض العروض معناها تلاؤما مع هذه المناسبه. اليوم نلقاو صوت نجاة عطية اللي غابت على الساحه الفنيه، يعني رغم الطاقات الكبيره لهذه الفنانه التونسيه، لكن سناء عادت في سهره معناها ما عندهاش مده طويله، ثم برمجتها في عدد من السهرات المهرجانات، واليوم مهرجان قرطاج. ونعرفوا اليوم مكانه قرطاج واهميتها لاي فنان تونسي تكون حاضره، من جديد. نجاة عطية والعوده ساميه. نجاة عطية والعوده، انا نعتبر برمجه نجاة عطية هو اختيار موفق، على خاطر نجاة هي قامه من قامات الاصوات الترابيه في تونس، ونحن فرحانين بعودتها. علاش ليه ما نشجعوش الفنان التونسي ويكون عنده تاريخ؟ نجاة عطية يعني فنانة حتى النخاع، يعني من منذ الصغر وهي عرفت بصوتها الطربي وغنيت الكلثوميات من أصعب المقامات والطبقات الصوتية. واليوم نحن كما نشوفوا يعني فما إقبال جماهيري مكثف لعرض الفنانة. نعم. وهذا يدل على ترجيحهم وحبهم لنجاة عطية. نجاة عطية وعرض سيدتي، تقول العرض هذايا اكيد هو تكريم للمرأة الكادحة، وكانت تحدثت عليه في تصريحات اعلامية. كانت حاضرة في سهرة خاصة، انا قلت يعني وممكن وقتها كانت من بين الانتقادات علاش تعود نجاة من الباب الصغير وما عدتش من معناها من حفل كبير. اليوم نجاة موجودة في مهرجان قرطاج ايضا تعود من الباب الكبير، لانه اليوم اي فنان تونسي يطمح ويحبذ الوقوف على مسرح قرطاج. اكيد هو قرطاج حلم كل فنان، حتى حلم كل فنان عربي، يعني يكون موجود في قرطاج اللي عنده رهبته، عنده قيمته، يعني مسرح خصوصيته اكيد. ونجاة ما تقلش اهميه على الاصوات اللي احتلت ركح قرطاج، ولذا نحن اكيد يعني هي ما جات لقرطاج نجاة الا ما تكون محضره روحها، ويعني انسانه بتاريخها وكاريرها الكبير اكيد عارفه شنو هي باش تعمل. وانا عندي انتظارات باش تكون انطباع طيب على السهره ان شاء الله. جديد نتاع نجاة عطية شويه، خلينا نعطيكم بعض التفاصيل قبل الحفله. نعطيكم زاد العرض هذايا اللي معناها الليله 13 اوت، اللي من عنوانه نفهموا الاحتفاء والاحتفال بعيد المراه. عرض سيدتي، سيدتي تقول هي امي، هي امي عزيزه، ومن خلالها تقول نحيي جميع الامهات وجميع النساء، وتقول سيدتي. العرض هذا كما سميته عرض الليله هو احتفاء بالمراه التونسيه الكادحه. تعود نجاة عطية بعد غياب بالتونسي، رغم ان الجمهور عرفها اكثر في الطربي، لكن تعود بالتونسي بانتاج تونسي. ساميه انا نحب نسالك اليوم اهميه مهرجان قرطاج. نعرف اللي هو مهرجان دولي، لكن ديما الفنانين التوانسه يقول لك حتى يعمل شي 20 حفله في مهرجانات اخرى ولا سهرات خاصه، يبقى خصوصيه هذا المسرح وانه يكون موجود فيه. وساعات حتى الانتقادات وقت اللي يكون تم دعوة وإلا تم تنظيم سهرات لفنانين عالميين وإلا لضيوف من خارج تونس، نحسوا اللي ثم غيرة للفنان التونسي، لماذا به يكون هو أولى بهذا المسرح؟ رهبة مسرح قرطاج.
اكيد هو ساعه مهرجان دولي، ما نجموش نخصوه كان العروض التوانسه، اكيد فما موازنه يعني اداره المهرجان كي باش تبرمج مهرجان دولي فما توافق، وسنا قاعدين نشوفوا يعني نسبه العروض التونسيه اكثر، يعني من حق الفنان التونسي زاد من حق المدير المهرجان يقول لك انا زاد باش هو دولي نخمم في عروض في الميزانيه زاد والعروض اللي تكون قدامها. معناها نقولوا اليوم عنا عملنا سولد اوت في برشا عروض، فديما يعني ثم هناك يعني جانب بالميزانيه المحدوده، ويعني جبنا ثلاثه اصوات اربع اصوات يعني من الاصوات العربيه كاظم امل ماهر زاده كانت حاضره الكفوري والاختتام ان شاء الله باش يكون باصاله، يتسمى انجاز به يعني قام به مدير المهرجان. جماهيريا لحد الان قرطاج نعتبره نجاح هذه الدورة أكيد جماهيرية. أكيد يعني ما شاء الله يعني جل العروض يعني سولد اوت. سولد اوت. قرطاج نقول ديما حتى لو مش ارتباط بالعرض، يعني خصوصية هذا المسرح وشموخ هذا المسرح هو اللي يخليه ديما انه الناس تجي وتحضر وتكون حاضرة حتى في العروض الأجنبية، وحتى في عروض ما عندهاش فكرة ساعات على الفنانين اللي حاضرين، لأنه نشوفوا عروض أجنبية، احنا كنا حاضرين في سهرة الفلامينكو، كنا حاضرين في بعض العروض الأجنبية، الحضور الجماهيري دائما وأبدا يكون موجود في مهرجان قرطاج. أكيد كما كل فنان تونسي يطمح إلى اعتلاء ركح قرطاج، زاد الجمهور والشعب التونسي استنى فيه من المصيف للصيف يعني أي. يعني انا نرى يعني حتى كما قلت يعني حتى عرض القامه الفنان ما يعرفوش معرفه ما عندوش بدرايه كبيره هو لوفيت كيكون حاضر في هذا الصرح الثقافي، هذا المهرجان هو كسب كبير لتونس، مهرجان يعني انا نحس هو حتى الفنان العرب ساميه كي يجي يبدا مبرمج في قرطاج يبدا معناه انجاز كبير بالنسبه لي حتى في الحوارات في جميع المهرجانات الدوليه الا انه والعربيه الا انه حضوره في ركح قرطاج يعتبروا يعني من النجاحات اللي حققهم في مسيرته. احنا كنا نحكيوا قبيله نحتفيوا بالمراه التونسيه، واللي يقول لك اليوم هل مازال ثم شكون راهو عليا ويصور فينا تحيه لتحيه لكل رجل تونسي يدعم المراه التونسيه ويقف وراها، لانه كما نقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، زاده كيف زاده المراه ونجاحها مرتبط بالمحيطين بها وبالرجل اللي يكون موجود في حياتها. انت بمناسبه عيد المراه اليوم قلت لي عندك ابيات شعريه سامي نختموا بهم حوارنا. بمناسبة عيد المرأة عندي قصيد مانيش باش نطول برشا، نهديها لكل امرأة تونسية، وتو تعرف يعني قصيدة تحب ديما المرأة التونسية تكون عندها مواقف وتكون عندها شخصية قوية. إذن آخر قرار، لن أستسلم لضعفي ولن أنهار، لن أجعل نفسي عرضة للدمار، أو تظن أني سأبحث عنك في الليل وفي النهار، بل سأصرخ بأعلى صوتي بكل عزم وإصرار، إني سأهرب منك والبعد عنك خير قرار، لن أستسلم لضعفي ولن أنهار، فما أنت إلا سوء اختيار، وتجربتي معك كانت مريرة ودون اعتبار، لكنها مشيئة الأقدار، فهي التي قربتني منك وأبعدتني عنك، وليس في الأمر خيار، إنما لم أعد أفهم، فأنت لغز مبهم كلك وهم وأسرار، والزود فيك خير قرار. شكرا لك سامي، هذه يظهر لي رسالة موجهة، احنا حبينا عندك جماهير قاعدة تصفق لك، عندنا جماهير تبع فينا حتى زملاء صحفيين اللي حاضرين معنا في ميديا سنتر مهرجان قرطاج بتشجيع الجماهير. سامية شكرا لك، نورتني في بلاتو فيستيفال الوطنية، أجواء والله اسمع أجواء مزيانة برشا، احنا موجودين في ميديا سنتر والله جيت على غفلة جيت محلية حاجات والله مش مبرمجة، جيت كلها تلقائية، أنا نحب الحاجات العفوية وشكرا مرة أخرى شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا الصحفية سامية زويغي، أكيد كنت معنا في بلاتو فيستيفال الوطنية. موصلين شوية خلينا نعطيكم فكرة على برنامج نجاة عطية بالنسبة لهذه الصائفة، وين كانت حاضرة وين باش تكون حاضرة. برنامج الليلة وعرض سيدتي واللي إن شاء الله باش يبوح بأسراره شوية آخر على مسرح ركح مهرجان قرطاج، ابقوا معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، راجعين بعد النغم.